هيا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دوك انا لحقنا جيجل وكما راكم تشوفوا البحر راه هايج. البحر راه يبارك. معنا عمر، عمر تاع لاجونس تلتور. تلتور تلتور، واش راكم بخير؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بكم. جيكم جيك خويا. الكهوف العجيبه. وراكم اليوم معنا روندوني ان شاء الله مع الشباب. رانا روندوني اليوم في واد دار الواد. في واد دار الواد. في واد دار الواد. واد هاي الدنيا جايه. شوف الله يبارك فيها الحطاره هنايا. او ما شاء الله. بيان. تمشي مشي ما تشبعش. الحمد لله. طبيعه. طبيعه. اي في الطبيعه. كما راكم تشوفوا رانا البحر من اللور راه هايج. يعني ماشي نهار تاع بحر، اليوم نهار تاع روندوني. روندوني في الجبال الويدان. تاع واد دار الواد. واد دار الواد فوالا. مرحبا. ومع لاجونس تيل فواياج. تيل فواياج. لاجونس تيل فواياج ديما حاضره معنا سواء في الحج ولا في الحج والعمره. حج عمره دي فواياج اورغانيزي. تونس 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 تركي ولا ما كاينش تركي؟ كاين تركي. كاين تركي. كاين تركي والله العظيم راه فيها كل شيء. هاي المهم شويه هكذاك حنا شويه هكذاك كنت انا نمشي وليك شويه هكذاك انا ننزلوا نديروا حوار مع الناس مع لي توريست هما هنا لي توريست الجيريا. والشعار تاعنا وش هي؟ الشعار تاعنا تاعتنا صغير زور ها الشعار تاعنا زور كيما نقولوا كيف يقولوا؟ حوس حوس بلادك وما تحكرهاش. حوس بلادك وما تحكرهاش. حوس بلادك وما تحكرهاش. هيا تحت. كالعادة رانا توجور في جيجل واد مورايا. تشوفوا تشوفوا المنظر يعني هايل. حاجة مليحة ورانا روندوني. رانا في روندوني. أنا في ولاية جيجل. كما راكم تشوفوا من الوضع هاي الناس. الناس الكل تشارك الدنيا هادي. يعني حاجة روعة روعة روعة. حاجة روعة روعة. شوف فيهم ديجا. هكذاك يا عمر هكذاك. شعل شعل شعل. واش يا عمر؟ كيما تقولنا كلمة صغيرة. يا عمر جيب من هكذا. مرحبا بكم. ندعمكم. والله شعلوها شعلوها يا. شعلوها في وسط الماء. هذا هو الفن ولا خاطر. من الغابة من هنا شو هنا في الواد. ويديني ديكا.
هيا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا مع اخ واسمك اخويا فينهم من دلدل فارس. انا مع سي فارس. فارس منين جيت؟ من الجلال. الله يبارك من الجلال. واش دير هنا؟ عاجبك الحال في جيتي لهنا؟ الله الحمد لله. الله يبارك. حاجه مليحه. حاجه مليحه. ربي يبارك يبارك فيك اخويا. دير الجام. هيا الجام ديرو الجام وكلي. بارك الله فيك. ها هو الجام. كلمة أخيرة واش قلنا؟ واش قول الناس لما يجيو لهنا؟ نقولوا إن شاء الله نرجعوا للطبيعة هذه. الجزائر راها قارة سياحية بامتياز. وحنا الشعار ربي يدوم علينا النعمة هذه. وحنا الشعار تاعنا واش هي؟ حوس بلادك ما تحقرهاش. حوس بلادك ما تحقرهاش. هذه كلمة زينة. هاي صح أخويا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين رانا اليوم؟ رانا في الجيجل. في جيجل. وين في جيجل اكزاكتومون؟ في جيجل في الواد تاع اسمه الواد واد ذكرني في اسمه واد دار الواد. واد دار الواد. اه واد دار الواد في جيجل. آه اسمك الكريم اخويا برينو؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب. راك قد اليوم انت هنا؟ رانا اليوم جينا ما عندناش بزاف اللي جينا. ما جيتو صافي ما عندكمش بزاف. قد راح تقعدوا هنا؟ راح نقعدوا واحد الليلتين هكذا. الله يبارك. منين جيتوا اخويا؟ جينا من ألجي. ألجي. منين ألجي؟ باب الواد. خيار الناس باب الواد أخويا. باب الواد أخويا. كوراج مولودية. مولودية ولا خاطي؟ مازال ما رقدناش. هو اليسمى. اليسمى أنتوما. إيه اليسمى. اليسمى مش لمسية. آه ماشي لمسية. أي صح. ربي تنور تاعكم لمسية. واش تقول في الجو هذا هنا؟ والله غير طريبيا. والله الانسان يقدر يريلاكسي انتيك تحط روحك تبوزي روحك. لا ناتير انتيك ما شاء الله. حال شباب ناس ثاني الناس ثاني تيخلوا الحاله نقيه لهنا ما شاء الله. واش تعطي النصيحه للناس اللي يجوا لهنا يكومبيو ويروحوا؟ يا خويا انا ننصحهم يرفدوا في مجهم معاهم هذا ما كان ينقوا البلاصه وما يخربوش وما يكسروش الشجر هذا ما كان. والشعار تاعنا واش هو؟ حوز بلادك ما تحقرهاش. هذه عاودها خليها خضرا. قولها حوس بلادك وما تحقرهاش. هاي والله هذه صح. اعطي لك الميكروفون السيد هذاك باش حاب تشمي حاب يعطي هذاك ما تهضر معنا. اعطينا كلمه. اعطينا كلمه. سلام. سلام. ماشي بحر هذا واد. هذا واد. واد دار واد. ها كي شغل البحر هو خيم البحر. قولك لا خيم البحر ديجا نظيف. ماشي كيما هكا تخشم ولا تخرج. هاي والله يعطيك الصحة خويا. خش الحيلة والو خلي خلي. أنا عمرت ما يكفيش خلاص خلاص صدي إن شاء الله ديري خلي لي والآخر نقصوا منها. هاك بلا تبعة. هذا رعنا عمر راهي ضيف الفلفل. وي لازم. فلفل. وما تنسوش باللي راه المشوي هذه راه في وسط الماء. ما بيني بيتي ولا جبل نقول لك ثاني. ما ناش في الجبل رانا في وسط الماء. يقول لك راكم تعلوا النار. انا في وسط الماء. يا عمر ان شاء الله. عمر. وش مرحبا. بيان. بيان فاني. يا خويا لاجونس تاعو ها. لاجونس تيل فواياج. ندير له فيديو فوتو هكذا ويشوف. هذا هو أجواء هنا في ولاية جيجل. قالك زيد عاود وزيد عاود. واش 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 عجبكم هنا؟ نتوما منين قبل؟ قسنطينه. قسنطينه الله يبارك. جيت من قسنطينه. قسنطينه. جيت باش تعقب يامات هنا. جيت. وقتها جيتوا؟ صباح. بالخميس. بالخميس عندكم وقت نتوما هنا. والله لا الله يبارك. ولا زوج من قسنطينه. واش تقولوا في الحطه هذه هنا؟ الله يبارك. بيان. بلادنا هايله. شابه.
وحنا الشعار تاعنا واش هو؟ الشعار تاعنا زور بلادك ما تحقرهاش. زور بلادك ما تحقرهاش. تحوت ماك الشجره. اه ايه. تحوت ماك الشجره. اه وي. ديما قسنطينه وديما السنافر. وديما السنافر. هاي يعطيكم الصحة. هاي صح. توجور أنا توجور في واد. واد دار الواد. واد دار الواد. كما تشوفوا الدرابو الجزائريان توجور مرفوع الله يبارك. أنتم راكم هنا خدامة هنا تخدموا هنا. ها؟ راكم ديري كومبينغ هنا من راكم مستعفدين باللي كليون هنا. آه نو سي نورمال. لا 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 الله يبارك. يعني راكم تشوفوها توابل برا في الآخر. وعندكم كل شيء على حسب ماني نشوفه وكاين كل شيء. كاين كل شيء. حتى الدخان كاين. الدخان اللبن زيت عرب. الله يبارك الله يبارك. واش اعطينا نصيحه الناس لهم يجوا يزوروا البلاصه هذه. يجوا يزوروا البلاصه هذه مادا بينا حاجه لابوبال اللي يجيبها يديها. هذه ماشي انت الاول ماشي انت الاول يقولها. ما يفسدوش. الفساد ما يفسدوش كاين اللي يفسدوا يطيحوا الشجر ويطيحوا الوحيد الوراق راك تشوف شام. ما عوايدوش هو هكذا هاو هاو صافي. شوف لي يطلع لي شوف الناس كيف تمشي هزوا لي كوبات تاعهم برك وما يفسدوش برك كيما راهم تشوفوا الماء راه صافي ما كانش طبيعه يعني ناتشورال هذا ما هذا ما نصيحه عاديه هذه هي النصيحه عشان تلاقوا بالك يدوها معاهم شوف ثاني ثاني لا سيكوريتي ما كان لا الشرطه لا والو الحمد لله يعني يعني نشوف حاجه ثانيه حاجه اخرى شفت لا سيكوريتي البنات يمشي وحدهم الحمد لله احنا البنات سيفيل جدارميه سيفيل هاي والله الله يبارك سيفيل بيناتنا مي غامي دورو هاي والله ما تبقاش في الخنبوش وتبقى سيفيل هاي فوالا مليح مليح هاي واش نقول لكم هنا نقول لكم بون جورني بون ويكاند وان شاء الله وان شاء الله ديما نلقاو حوايج كيما هكذا ان شاء الله والشعار تاعنا واش هو؟ نقول لكم عليه شكون هو واش هو ها؟ ها؟ زور بلادك ما تحقرهاش ايوا هذه هضره مفيد ها؟ هذه هضره مفيد اي أيوة والله هاي المهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ميرسي بوكو لا 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 شكرا شكرا لا 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 احسنت احسنت على ما قدمت احسنت احسنت على ما ها يعطيكم الصحة ورا الرئيس هنا ورا الرئيس ورا أرواح هاي الرئيس أرواح السلام عليكم راكم مع داخل في يوتيوب و جورناليست ميم طون اليوم رانا شفناكم منين جيتوا اخويا في الشارع بون السلام عليكم وعليكم السلام ان شاء الله تكونوا بخير رانا هنايا في متواجدين في ولايه جيجل بالتحديد في منطقه زيانه المنصوريه مكان جميل رائع الله يبارك ان شاء الله هنا جينا كضيوف فوج كشف الاسلاميه الجزائريه فوج محمد بوراس من بلديه حماديه ولايه كيرت الله يبارك ورانا هنايا كونفي في ولايه جيجل في بومارشي والحاله عجبتنا ما شاء الله وكذا راكم قاعدين هنا اليوم قاعدين ان شاء الله رانا احنا عندنا خمس ايام وما زلنا خمس ايام متاخرين ان شاء الله صافي 10 ايام كل شيء 10 ايام كل شيء وعجبتكم المنطقه هذه ما شاء الله واش تعطي نصيحه الناس الناس لهم يجوا لهنا يزوروا البلاصه هذه واش تعطيهم نصيحه المكان الله يبارك مناظر طبيعيه مناظر خلابه ما كانش بالك كاع في الوطن كامل ان شاء الله تحافظوا على هذه المنطقه شويه اللي يجوا هنايا النفايات تاعهم يدوهم معاهم دير تجيب ساشي معك زياده ديها معك خرجها تسيب المكان مش نظيف مظبوط يا وديه ازرق ان شاء الله على ربي وهذه يعطيك الصحه اخويا يعطيك الصحه اخويا حتى تخليه يصور يا مدى على روحك صور روحك ها بارك بارك وليدي بارك كما تشوفوا الشواده هنا راهي بالكثير وما يهبوش من الشعب ولا انا ما يهبوش من الشعب كما راكم تشوفوا قامز قامز السلام عليكم واش راكم بخير؟ لاباس بخير؟ خير لاباس واش راك عقب الشوا؟ مع الشوا مع الشوا مع الشوا وتعبنا وعينا والواد يعي هذا يعي مرحبا بك هنا واش راك اخويا؟ منين انت منين اخويا؟
منين انا من زيان منصوريه ولايه جيجل. تسكن هنا؟ اه. ولد ولد المنطقه؟ اه ولد المنطقه. ولد واش يعني كل يعني راني نشوف يعني اليوم غاشي بزاف يعني كل يوم هكذا كل لا انا البحر طالع اليوم يعني هاد خلنا غاشي بزاف. اه البحر كان جا بحر هابط كاين غاشي في البحر وهنا والواد ما من الواد فيه غاشي شاب. ومنطقة ديال الواد هذا يعني بكري ما كانوش ناس يجوا ليه. بكري كانت شوية العشرية السوداء وتراك تعرف. اه اي نعرف اه. شوية خوف شوية. ودوك راه نشوفوا دوك راه نشوفوا عائلات بزاف وانا تلاقيت يعني مع الناس كبار يعني ناس واش كي نقول كبار من الصغار تلاقيت مع الوهرنا تلاقيت مع المسيله بني مسيل تلاقينا مع البرج مع سطيف يعني من كل منطقه هم يجوا لهنايا يجوا من كل منطقه ولايات كاع يدخلوا هنايا لي سيكورتي ولايه هاي سيكورتي ولايه جيج ولايه جيج شابه شابه لا لا مليحه مليحه عندكم لا لا عندكم لي كروت عندكم طبيعه ولا جبال لي كروت عندنا وكاينه حاجه واحده اخرى واش تعطي نصيحه للناس راهي زيار لهم يجوا لها واش تعطيهم نصيحه حنا نحوسوا على النظافه مازالت ناقصه النظافه عندنا خصنا راني نشوف فيها مازالت شويه ما يطيشوا في الارض مازالت سيرتو في طلعه في لابلاش المهم لازم النظافه النظافه لازم اللي نضيف نضيف اللي نضيف نضيف كما قلت نضيف نضيف واللي ما نضيف وما نضيف يعطيك الصحة خويا وهذا تاعكم هذا تاعكم هذا تاعنا مرحبا بكم دوك نزيدو نزورو الداخل تراك واد دار الواد واد دار الواد واد دار الواد واش تقول للناس اليوم اللي ما زاروش بلادهم اللي ما زاروش بلادهم نقول لهم راكم تندموا عليها وحنا عندنا شعار شعار في لاشين هذه في لاشين هذه عندنا شعار عندنا شعار واحد زور بلادك وما تحقرهاش واحد يبين هذا هو الشعار تاعنا تحقر بلادك ايوا هذا هو الشعار تاعنا تحقر بلادك ها جا الاخ الاخر وشي واش هيك معك كاع قبل الشوا هذا تفضل معاه لي من شوف معاه هو تفضل هذا معاه شوف معاه هو اللي طيب شوا عمو مرحبا بكم عندنا بكم جيكو خليكم تخدموا خليكم تخدموا ويعطيكم الصحة مرحبا بكم في كل وقت ويعطيكم الصحة الله يسلمك ويعطيكم الصحة وحنا نقعدوا ديما هكذا نوصلنا شوية حالة اي انا هانا نوصي وانا نوصي صحيت عمو بارك الله فيك بون رانا توجور في واد دار الواد دار الواد هذه جايه في جيجل وكيما راكم تشوفوا مورايا كيما راكم لي فامي كامل لي فامي واليوم راه غاشي عظيمه يعني اكثر من يامات اللي قبل اكثر من يامات قبل على حساب الناس راهم يحكيوا لي لي سيرتو لي كوميسار يحكيوا لي على شنو هذا ويا اسباب يا اسباب البحر اليوم راه طالع بزاف اليوم راه الموجات على البحر طالعه طالعه 3-4 متر يعني الناس ما قدروش يدخلوا للبحر ولو جاوا لهنا تولي بحرو هنا في جيجل وهنا تلاقينا مع الناس الكل هذه اليوم لا فيديو راهي خلاص هي راهي لا فان تاع لا فيديو وراحنا باش نقول لكم الناس جاونا من معسكر شفنا من معسكر من المسيله من قشنطينا من وهرن يعني تقريبا لي 50 ولايه كانوا هنا لي 50 ولايه جاو للبلاصه هذه وجاو باش يعذبوا وقت ما بيني انا في الماتيني نفع انا في الميدي اون فامي واش نقول لكم انا اقعدوا في واش نقول لكم انا لايكو في لا فيديو ديروا جيم ابوني في لا فيديو تاعي وما تنساوش كيما ديما كان جديد ديما جديد عن الحلف وما تنساوش ما تنساوش الشعار اليوم تاعنا هو زور بلادك وما تحقرهاش نعاودوها زور بلادك وما تحقرهاش السلام عليكم وعليكم السلام واش راك اخي؟ شكون راك قدم لينا قدم لينا شويه واش راك والله لاباس والله الحمد لله واش جيت جيت مع اون فامي جيت اون فامي منين خويا؟ من ولايه باتنا باتنا الله يبارك هذا ما كنا نهضروا فيها كنا نقولوا لي 50 ولايه راه هنا انا تلاقينا مع بزاف ولايات حتى تاع الغرب كاينين هنا تقريبا ولايه جيجل ديما في موسم الاصطياف تستقبل مصطفين وسورتو اليوم انا شفنا اليوم يعني غاشي عظيم حتىش لا البحر اليوم راه طالع اقبال هائل من العوايد خاصه ديما في لهنا جيت المعره ديما تلقى هكا العوايد جيجل صافي انت ديما تجي كل عام تجي هنا كل عام تجي هنا
عندهم حسن الاستقبال. هاي فوالا تحس بلا فامي اللي كاينه لا فامي لهنا. فوالا انا حسيناها ميم لا سيكوريتي سي سيكوريزي. وي سي سيكوريزي انا نشوف الحاله راهي الحمد لله ما شاء الله مش كما بكري كما بكري ما دوك ولات هايله ولات حاجه مليحه. اه ما شاء الله خويا شكرا اخويا كيف اسمك؟ ابو طاهر حسين. حسين فيصل. فيصل كنا مع الشاب فيصل. انا نقول شاف فيصل وانت اسمك؟ اسمك جاد. هاي واش راك بخير لاباس؟ عجبك الحاله؟ عجبك الحاله؟ الحمد لله قول الحمد لله. قول تحيه الجزائر. حنا الشعار تاعنا بكل شيء هو اليوم شعار ما تعرفوش نعم شعار تاعنا بكل شيء هو ها زور بلادك ما تحقرهاش. زور بلادك وما تحقرهاش هذا هو الشعار تاعنا. لازم حنا اللي نديرو بلادنا. ايوا لازم حنا اللي نهزو بلادنا. الله يعطيك الصحة خويا. ميرسي الشيخ ربي يعيشك. بلمزي يا خويا. ميرسي. السلام عليكم وباي باي.